مش معقول يا عم زكي تكون مش عارف مكانهم. يا ابني ما اعرفش مكانهم وانا لو اعرف مكانهم مش هقول لك عليه ليه. يا عم زكي انا عايز نخدمهم خدمه العمر. خلاص روح شد لهم محامي ولما يتصلوا بيا ابلغك. ما ينفعش ما ينفعش اجيب لهم محامي الا لما اقابلهم. ماني عارف انت اللي عايز محامي ولا غيره. كل اللي عايز تعرفه عنوانهم وخلاص. ليه بتقول كده ليه بس يا عم زكي؟ عشان نيتك مش كويسه يا ابني. طب والمرصب والعب؟ ما تحلفش. طب والنخلة؟ ما تحلفش يا ابني حرام عليك. انت ضميرك مش كويس يا ابني. اني ايوه عايز تعرف مكانهم عشان تبلغ عنهم. اني ما قلتش كده يا عم زكي. طب رسين عايز تعمل ايه؟ طب رسين انت على مكانهم وانا هنقول لك هنعمل ايه. يعني حسنين البواب اشتغل عندك 3 شهور بس؟ 3 شهور وكم يوم كده. وكان سلوكه ايه في الفترة دي؟ لا 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 ده راجل طيب وغلبان، كان مثال الشرف والأمانة والإخلاص. ما تعرفش يا جلال بيه كان بيشتغل فين قبل ما يشتغل عندك؟ كان بيشتغل في قرية سياحية في شرم الشيخ، قعد فيها كده يجي 3 سنين وبعدين قرر انه ينزل هنا يشتغل بواب جنب اخوه محمدين البواب اللي في العمارة اللي جنبنا. ما تفتكرش مين كان بيتردد عليه؟ او ما جابلكش سيرة ان هم عليهم طار او حاجة زي كده؟ ما كانش في حد بيتردد عليه غير محمدين اخوه، لكن حكاية الطار دي انا ما عنديش فكرة عنها. جلال بيه حضرتك متأكد ان ما فيش حاجة اتسرقت من عندك؟ طبعا متأكد جدا، لان هناك عملية تفتيش كبيرة تمت، قطعا بيدوروا على حاجة. حتى قلت حسين البواب تم تفتيشها تفتيش دقيق. ما تعرفش كانوا بيدوروا على ايه؟ لا ما اعرفش، لكن لما نشوف شريط الفيديو قطعا هنوصل لحاجه تساعدنا. يعني حضرتك يا جلال بيه عايز تشوف شريط الفيديو؟ طبعا، لان قريت في الجرايد انهم سابوا لي شريط وجواب في صورهم وعناوينهم. طب عندك مانع ان احنا نشوف الشريط سوا؟ يا ريت ترضى. ايه رايك يا جلال بيه؟ هايل، استعراض يجنن. العيال دول موهوبين، هينزلهم هيكسروا الدنيا. معقول يا جلال بيه وانا بسالك عشان تقول لي موهوبين وهيكسروا الدنيا؟ انا بسال اذا كنت شفتهم قبل كده ولا لا. احتمال تفتكر كانوا بيدوروا على ايه عندك؟ معرفش، ده شغلتك يا حضره الضابط مش شغلتي. اه طبعا. تحب تحتفظ بالشريط؟ يا ريت ترضى. الشريط اهو، اصل انا عندي نسخه تانية، بس عايزك وانت بتتفرج على الشريط تركز فيه كويس قوي. احتمال تفتكر حاجه او تعرفهم، فيا ريت تبقى تقول لي. انا عيال دول ثروه. لا طبعا ما حصلش اي سرقه في الفيلا. بس تعرفي يا ناظر الموضوع ده عامل لكم شهره كبيره قوي. ليه يا حبيبتي؟ احنا كنا عايزين شهره ولا ايه؟ اللي فارسني ونفسي اعرفه هما ليه قتلوا البواب. اه صحيح، حاجه غريبه قوي. يمكن كان بيشتغل في العصابه معاهم ام اختلفوا على حاجه راحوا قاتلينه. لا حرام، عم حسنين كان راجل طيب قوي قوي قوي. هو كان لحق يشتغل معاكوا عشان تعرفوه؟ ما صحيح، هو كان لحق. بس في حد يقتل ويسيب عنوانه وصوره ويمشوا؟ ولا يمكن علشان سابوا شريط الفيديو والجواب ام ظبطهم البواب راحوا قاتلينه؟ الغريب ان حصل تفتيش في كل مكان في الفيلا. ايوه بس الصحافه مهتمه قوي بالموضوع ده يا تامر. طبعا يا دينا، مش جريمه قتل. ايوه بس انا بقول كمان يمكن يعني عشان باباك مخرج مشهور. مش مشهور ولا حاجه، مش دي المساله. يعني تعرفي ان انا زعلان قوي على عم حسنين ده، كان راجل طيب قوي. فعلا هو كان راجل طيب قوي. مالك يا دينا؟ في حاجه مزعلاكي؟ لا يا تامر بس انا تعبانه شويه. انا هروح يا تامر. ها باي.
انت عوض سلطان امرك وسعاده البيت طلباتك خضار ولا فاكهه احيانا كنت عاوز اخوك بدوي انت صاحبهم بقى دول قاعدين عندي في البيت فروض الفرج انت بقى صاحبهم بتاع الدانس دانس طبعا يا سيدي ما اسوارهم من ورا في الجرايد ربنا يديهم كمان وكمان ما هو بدوي اخويا ده بقى مطرب كبير قوي اخوك بدوي ده هو واصحابه مجرم وحراميه واتكلم معايا عدل كلام اللي بتقوله يا سعاده البيت بقول لك اللي انت سمعته اخوك بدوي واصحابه مجرمين وقتالين قتله يا بيه قتالين قتله ده دول ما اخذ فنانين يا بيه هتروح الصالون ايه هو ايه اللي بيحصل ده خلي بالك من المحل انا يا جماعه ايه ما يصحش كده انتوا مش صغيرين عشان اللي بتعملوه ده اني جيت لحد عنده عشان خاطرك انت بس عم زكي المعلم سلطان اخوك الكبير برضو يا مرسي يلا قوم حب على راسه نعم حب على راسه اهو ده اللي مش ممكن يحصل ابدا عايزه يشوف له الشقه ومحل بعيد عني خالص برضو مش هيحصل يا معلم سلطان اني بندفع له الاجره كل شهر بنرميها له في وشه سامعين شاهدين بيشتمني في ملكي بيشتمني في وسط الخضار والفكه لا حول الله يا رب يا جماعه عيب ما يصحش استهدوا بالله لا اله الا الله يا اخوانا مش عايزين نشوفوا الدماغ عيالكم في خطر ايوه صح يا سعيد يا سلطان يا مرسي لازم نحط ايدينا في ايدين بعض مالك يا معلم حمدان الموضوع بسيط ما يستحقش الزعل ده كله يعني البوليس ما يلاقيش بدوي يقوم ياخد عوض معلش ده تحقيق بسيط وحيرجع لك بالسلامه تعوض ده شايل لي شغل الشيل يا سليم يا اخويا ربنا يديك الصحه يا معلم حمدان ويبارك لك في عوض ابن اخوك انما بدوي ده ما ينفعش واصل وداير لي ورا شويه عوالم اللي مخليني مستغرب بدوي ده يقدر يسرق ويقتل يقتل ايه ده ما يعرفش حتى يذبح فرخه ده سكت الموز ما يعرفش يمسكها لحد الوقت ايه يا كلمه انا قلت مفيش سفر يعني مفيش سفر مانيش دعوه انا عايز اطمن على اخويا يابا واحنا عارفين طريقه فين اهو نقعد عند عوض يومين لغايه ما نعرف راسنا من رجلينا ونقعد عند عوض كيف والبوليس طالع نازل عنده كل يوم واخر بهدله يعني نسكت يابا ونسيب اخويا ادي اخر تمشي ورا الصايع اللي اسمه ابراهيم ما تطلع عشان تاكله مش يعني ما اتغديتش وبتحب البطاطس واللوبيا ملياش نفس انا كنت بقول يا حد نخطف رجلنا يومين بس عند عوض بعدين بس لما يبقوا يقبضوا عليهم نبقى ناخدكم ونزور بدوي في السجن في السجن ايه يا يما ابويا بيقول سجن يا لهوي ارعب الصوت اخرس الدويه اقر واعترف ان اخويا بريء وما يقتلش وانا يا ابني ما يقتلش ابدا وانا متاكد ان اللي قتل وسرق هو الواد اللي اسمه ابراهيم ما تقولش كده يابا على ابراهيم تاني هقول لابراهيم اعترف يابا ان ابراهيم بريء المهم ان بدوي هو اللي بيطلع بريء ابوس ايدك عشان خاطري يابا عشان خاطري نسافر عشان خاطر ابراهيم ولا عشان خاطر بدوي عشان ابراهيم قصدي بدوي قصدي الاثنين ما هم الاثنين راحوا في داهيه شوف يا ام شريف لمصلحه ابنك انه يسلم نفسه احنا عارفين انه احسن واحد في المجموعه دي ده مدرس يا بيه وطيب وغلبان مش هي دي المشكلة دلوقتي المشكلة ان ابنك متهم بالقتل يا بصبتي احنا عارفين ان هو بريء وان اصحابه هم المجرمين وهم السبب في اللي حصل ده بس شريف عليه المسؤوليات كبيرة قوي يا بيه انا عارف واقسم لك ان انا عايز اساعده بس المهم ان هو يساعد نفسه ازاي يا سعادة البيه يجي ويسلم نفسه ويقول لنا على مكان زمايله بس هو في مصر بقاله كم يوم يا بيه هيرجع اكيد هيرجع فلوسه هتخلص وهيرجع هنا تاني انا هنقول له يا بيه انا هنقول له ده لمصلحه ابنك ولو رفض وبتصل بيا صدقيني وفهمين يا نونا ايه الاولاد دول موهبه طاقه دول هيبقوا مفاجاه انا هعمل بيهم عمل هيكسر الدنيا لما هما بقى موهبه وطاقه طردتهم من مكتبك ليه غلطة وحندم عليها انت هتغني يا جلجل ولا اقول لك ايه هو طبعك ولا هتشتريه شكلك كده شنتنا فيا وهشمت فيك ليه يا حبيبي هما كانوا من بقيه عيلتنا ولا من بقيه عيلتنا ده حتى باين عليهم مش موهوبين الله 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 ايه ده يا نونا ايه انت بتشكي في خبراتي لا يا حبيبتي اطمني خالص
دي غلطة ولازم أصلحها. وهتصلحها زي بقى يا حبيبي؟ هجيبهم من تحت تقطيق الأرض. لو أنت فاهم نفسك هتقدر تأثر فيهم قبل البوليس ما يجيبهم؟ طبعا. أنا جلال يا نونا. ثانية واحدة. إيه؟ امسكي دي. إيه ده في إيه؟ والنضارة. في إيه في إيه طيب؟ وسيبيني أفكر. فكر يا حبيبي. أفكر. أيوة أيوة. إيه إيه في إيه؟ أيوة يا وفاء. الغبي فين؟ هو في غيره؟ عفة الغبي فين؟ اسمعي، أنا عايزك تجيبيه من تحت تقطيق الأرض وتمسكيه لحد ما أجي. فاهمة يا وفاء؟ أني عارفة، هو ده اللي قالوه للبوليس. يا خالتي أني مش مصدقة اللي حصل ده. يعني أنا اللي مصدقة؟ ده أني خلاص نفوخة هينفجر. معقول يا ناس؟ دي حاجة أغرب من الخيال. أصل بالعقل كده معقول حد يقتل يقوم يسيب صور وجوابات وشرايط فيديو؟ طب هم ايه بس اللي خلاهم يهربوا؟ يا خالتي اصل انت مش واخده بالك، الموضوع اللي حصل ده ممكن يوديهم في 60 داهية، ممكن يوصلهم لحبل المشنقه. يا مصيبتي تف من بقك يا نوادر، يا ترى انت عامله ايه دلوقتي يا بايره يا بنتي؟ يا ناس يا ناس قولوا لي اروح فين واجي منين؟ يا خالتي ما تعمليش في نفسك كده، ايه دي امال؟ وبعدين اطمني على بهيره، هي دلوقتي في عصمه راجل. راجل؟ راجل فين بس؟ ده هو السبب في كل اللي جرالها، ده وشه فقر بعد عنك. يا خالتي ملناش دعوه بوشه دلوقتي، اطمني انا هسافر لهم. انت عارفه مكانهم؟ لا. طب وهتسافري ليه؟ هدور عليهم. هتدور عليهم فين؟ دي مصر واسعه قوي. طب ماني عارفة يا خالتي، ماني أخويا عوض متجوز وساكن هناك وانتي عارفة. أيوة صحيح، تلاقي عوض عارف مكانهم وهو اللي مخبيهم. لا يا خالتي، ماني لما سألته قالي إن هو ما يعرفش، بس يمكن يكون بيقولي كده عشان تليفونه متراقب. أيوة طبعا متراقب. أنا مش عارفة نعمل إيه، دي جريمة قتل. يبقى لازم أسافر لهم يا خالتي عشان أعرف كل حاجة. خلاص واني نسافر معاك. لا يا خالتي مش هينفع، اصل ابويا وامي هيسافروا معايا. عندك حق، واني كمان معيش فلوس نسافر مصر. فلوس ايه؟ انا تحت امرك يا خالتي، من جنيه الالف. طلباتك كلها اوامر وتحت امرك في كل اللي تطلبيه، بس سيبيني اسافر واني هنطمنك. جور من خلقتي لنقطعك تقطيع. براحتك انت يا مريح. يا ايه يا مريح؟ ريح لما يلمك رجل ما بتتلمش. انت مش هتتلم يا راجل، بنقول لك جور من خلقتي. هتندم يا جميل. اباي هنندم على ايه يا راجل انت؟ على طولك ولا عرضك؟ انا جاي لك في شغل. شغل؟ وانت يجي من وراك شغل يا منيل؟ عايز اشرب شاي. مش انت بتبيع شاي برضو؟ اه طبعا بنبيع شاي. ايوه. ايه ده وانت اسكندرانيه يا حلوه؟ لا يا اخويا، ولا عمري رحت اسكندريه ولا شفتها. حره قالك يا جميل، نروح نضرب بلطه انا وانت ونرجع تاني. تضرب ايه؟ نضرب بلطه. بلطه داني اللي هنضربك في اتنين عشان تطول شويه يا ولد الفرطوس. ما تجيش هنا تاني يا واد، اوعى تجي هنا تاني. عارفه يا وفاء الولد عفت ده ولد غبي. معلش يا فندم، اديله فرصة تانية أخيرة، وأنا متأكدة متأكدة إن هو هيقدر يوصل للولاد دول. لا 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 لا، المهمة اللي أنا مكلفه بيها دي محتاجة ولد ذكي لماح سريع البديهة، والحاجات دي كلها مش متوفرة في عفت. لا يا فندم، بس عفت متحمس جدا للموضوع ده ونفسه يثبت ذاته قدام حضرتك. لا 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 لا، ده ولد فاشل، ده ما يعرفش يحقق ذاته. معلش يا فندم، برضو اديله فرصة تانية، وانا متأكدة متأكدة ان هو انسان طيب وبيحب سيادتك. ايه ده انت قاعدة قدامي؟ شكلك كده وفاء انك بتحب عفت. عفت؟ عفت؟ هو عفت ده بيتحب؟ هو الحب عيب يا وفاء؟ لا بس
انا ما بحبش عفت، وبعدين بالنسبه لي عفت ده انا بساعده عشان هو انسان طيب، وانا متاكده ان هو هيوصل للولاد دول قبل البوليس، وبعد كده هيجيب لنا القاتل الحقيقي ونقدم الولاد دول للناس. انا عامل بهم استعراض كبير يهز الوسط الفني كله، هيكسر الدنيا. عارفه يا وفاء، الاولاد دول موهوبين، والموهبه محتاجه فرصه. المنطقه دي هايل، كمل. وبعدين يا فندم، في حصار مشدد على كل مداخل القاهره الكبرى ومخارجها. كويس، لانهم لو خرجوا من القاهره هتبقى مشكله كبيره. لا يمكن يخرجوا سيادتك، احنا هنبدا فعلا بعمل حصار شديد جدا على كل المنافذ. شوفوا يا جماعه، انا عايزكم تكثفوا جهودكم على سوق العبور، خصوصا على بيت عوض اخو بدوي. عوض تحت المراقبه والسيطره في البيت وفي السوق وكل قرايبه. هايل. المهم يا جماعه، احنا عايزين نتعامل معاهم بحرص شديد جدا. انا عايز الولاد دول يبقوا تحت السيطره في خلال 48 ساعه. مفهوم يا رجاله؟ مفهوم يا فندم. البوليس قال ايه يا اسطى؟ قال اللي قاله يا ام حنفي. المهم ابننا فين دلوقتي؟ لا انا مش هنسكت، انا لازم نسافر مصر ندور عليه. تدور عليه فين يا ابني؟ دي مصر واسعه قوي. يعني ايه مش هشوف ابني تاني؟ مش هشوف ابراهيم؟ ابراهيم لازم يجي. لا ده لو جه تبقى مصيبه ياما. مصيبه ليه يا ابني؟ البوليس مراقب المنطقه ياما كلها عشان بهيره وابراهيم وبدوي. يعني ابراهيم مش جاي تاني؟ مش هشوف ابراهيم؟ لا كفى الله ولا فهلك يا ام حنفة. ما تقوليش كده امال. بقولش كده، ده عين وصابتك يا ضنائي، عين وصابتك يا حبيب امك، يا متعلم يا متدور. ودوقت الكلام ده بس يا ام حنفي؟ يابا انا هننزل ندور عليه ودلوقتي. لا يا ابني ما تسيبنيش انت كمان. هو كمان يعني ابراهيم مش جاي؟ يعني مش هشوف ابراهيم؟ ابويا ما قالش كده ياما. قال ولا ما قالش؟ انا عايز ابني، عايز ابراهيم، قبل ابراهيم. ياه ما تتصورش انا تعبت قد ايه لغايه ما اقنعت جلال بيه انه يكلفك بمهمه القبض على الولاد دول. في اقل من 24 ساعه هكون جايبهم قدامك متكتفين زي الفراخ البيضة. عفت ركز معايا، الموضوع ده بالذات جد مش هزار. بقول لك معايا رجاله محترفين مش هواة. بس اوعى يا عفت البوليس يوصل لهم قبل ما انت ما توصل لهم، فاهم؟ اطمني يا وفاء، وحط في بطنك شادر بطيخ صيفي. اوعى تكون اوانتاجي يا عفت. فشر ده انا جامد قوي. مش عارف ليه يا مجد، انا حاسس ان الموضوع ده كبير. بس يا فندم انا ما عنديش اي شك في الولاد دول، ما هو مش معقول يسيبوا شريط فيديو عليه اغنيه ليهم وصورهم الشخصيه وعناوينهم وصوره بطاقه ابراهيم مدير الفرقه. هما فعلا يا اما بره الموضوع يا اما انهم اذكياء جدا وعملوا الحيله دي مخصوص عشان يبعدوا الشبهات عنهم. بس يا اخي هروبهم ده بيأكد انهم مشتركين في الجريمه. انت عارف يا صلاح بيه، انا حاسس فعلا ان هروب الولاد دول مش في صالحهم. قولي بقى مجدي، اخبار المراقبه على عوض ايه؟ المراقبه على عوض ومراته وابنه محكمه جدا وكلهم تحت السيطره تماما. كويس. مش عارف يا اخي، انا كمان مش مرتاح للمخرج اللي اسمه جلال ابو المجد ده. وانا كمان يا صلاح بيه. عايزك تشدد الرقابه عليه. الرقابه عليه محكمه جدا، بس انا شايف ان الراجل ده بيتصرف بحس شديد. فعلا الراجل ده غامض، انا حاسس ان وراه مصيبه كبيره. انا وراه يا فندم ومش هسيبه. المهم انا عايزك تقبض لي على العيال دول بسرعه وباي طريقه، وما تنساش كمان حكايه سوق العبور. ما تقلقش يا فندم، احنا رجالتنا في سوق العبور اكتر من الزباين وتجار الفاكهه. احلى حلويات بالصلاه على النبي، قولي يا حماتي وتدلعي، والمرسب والعباس ما تغلى عليكي. اكملك كيلو ب 15 جنيه وبرستين وماله، ده انت حماتي. اصيل طلعت اصيل يا طلبه. اصيل ايه يا حماتي؟ نفسي اعرف جوزتيها للمخفي ده ليه؟ غصب عني والنبي يا اخويا،
ده زي ما يكون الواد ده عامل لها عمل. ده ولا لبط واكل بعقلها حلاوه يا حماتي. بس ربنا يرجعها لي بالسلامه. عموما انا هنستناها، واول ما ترجع نطلعها من المخفي ده ونتجوزها ونعيش ليله العمر ونتدلع بقى. بس هنطلعوها منه ازاي؟ ده ولا قاتل هيتسجن ومش بعيد يتشنق يا حماتي. بقى اتجوزي بنتك لقاتل، ده مش بعيد يقتلك انت كمان. الشر بره وبعيد، ربنا يستر ما تكونش متورطه معاه في حاجه. متورطه؟ بهيره متورطه؟ دي ملاك يا ناس، دي ما تقدرش حتى تذبح فرخه. ما هو ده اللي هيجنني. والواد شريف ده كمان شكله طيب، مش بتاع حاجات زي كده. طيب؟ ده انت اللي طيبه يا حماتي. ده سفاح قتل قتل يا ناس. صحيح؟ انت متاكد يا طلبه من الكلام ده؟ الا متاكد يا حماتي. والمرس ابو العباس ان الولد ده مش سهل، ده قاتل يجي ثلاث رجاله في اسكندريه قبل ما ينزل على مصر. طب ايه قولك بقى ان هو اللي قتل حسنين البواب؟ لا انا مش مصدقه. ايوه يا جدعان، احنا هنغشك ولا ايه يا ام بعيره؟ هي دي الحقيقه. حد سالك لازم تقولي كده. نقول كده ازاي؟ انت عايز تودي بنتي في داهيه؟ بعيره اللي بنتقطع عشانها، اللي نفديها بعمري. طب والعمل ايه دلوقتي يا طلبه؟ لازم تقولي لي على مكان بنتك عشان نحميها من الولد الخطر ده. انا ما نعرفش. يا ترى انت فين دلوقتي يا بنتي؟ جعانه ولا شبعانه ولا عيانه ولا ندمانه على الجوازه المعندله دي؟ سيبني في حالي يا طلبه، ما تقلبش عليا المواجع. بنتك فين يا ام بعيره؟ ما نعرفش، قلت لك ما نعرفش. بس انا هنعرف. وحياه سيدي المرسى ابو العباس لازم هنعرف. بنقول ايه؟ احنا لازم نسيب السوق ده دلوقتي حالا، لان زي ما انتوا شايفين كده البوليس رايح جاي جاي رايح. بهيره بتتكلم صح، انا شخصيا قلقان جدا وبالذات من اللي اسمه زايد ده. يا جدعان يا جدعان، انا بقول ان المعلم سليم لازم يقول له الحقيقه ونخلص. ايه يا ابني انت؟ في ايه يا عم انت؟ ده كده يبلغ عننا. صح كلام ابراهيم مظبوط. طب شش بس بقى لحسن، احنا جبنا في سيره القطه جاي نقطه. والله يا عال قوي، متجمعين في السجن ان شاء الله. أبداي فلا الله ولا فالك يا راجل. ايه يا عم زايد؟ اخرس شاد عم الدبب بقى. انا عمك يا واد. خلاص بقى يا زايد. الله، انت كل حاجه كده تعمله الليله بافكارك الدنيئه دي. ارحمنا يا اخي خناتنا. ابا يعني كل يوم يسرقوا وكمان يهربوا من الشغل؟ لا 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 لا، عيب عيب كده، عيب تقول كده على الرداله. لا حراميه وسرقين، والنهارده سرقوا قفاصين مانجا واخصمهم عليكم كلكم. اباي اوعى توجه لنا الكلام ليه، انا اشتغلش معاكم. ابقى عليك يا راجل، انت كل يوم تسرق قفاصين المانجا دول وتخصمهم علينا. اخرس يا ده نسرق يا ليل عيب. انت هنا يا فتحي، انت وديت قفاصين المانجا العويسي بتوع عمك زايد فين يا ولد؟ لا ما انتهيناش ولا حاجه، وبعدين انا اشرف منك 100 مره. انت اشرف مني يعني الادب انت كمان؟ يا جماعه ومركب دجن عيره كمان. انا شفتك فين قبل كده؟ في الجرنال. تبقى وقعت ولا حد يسمع عليك؟ يا احمد يا احمد يا احمد يا بهيره يا احمد يا ولا يا ليدو ليدو ولا ابراهيم. زي انا هجيب قفاصين المانجا من عند احمد. يا احمد روح على فين ده؟ اقول لك ايه، تعالى هنا ما سيبكش واطي. ما سيبش مين؟ ايه انت قلت كده؟ انا هسيبك. استنى بس يا احمد. يا بوليس. بوليس مين؟ يا بوليس. تعالى يا بوليس يا جدع انت. اهلا يا احمد. احمد يا احمد هايل، الاولاد دول مش معقولين. فعلا عندك حق يا فندم. طبعا انتوا عرفتوهم كويس. طبعا يا فندم. شوف يا عفت، انا عايز الاولاد دول تجيبهم لي هنا قبل ما البوليس يوصل لهم. هيحصل يا فندم، هيحصل. انت قدامك ميزانيه مفتوحه، دول يستاهلوا يا فندم.
شوف يا عفت، لو البوليس وصل لهم قبلكم هتبقى فضيحة. يا جلال بيه، أنا معايا رجالة محترفين. أنا الأولاد دول موهبة عبقرية، أنا هعمل بيهم استعراض هيكسر الدنيا. إن شاء الله في أقل من 48 ساعة هيكونوا عند سعادتك. عفت، وليه عفت ما يكونش في خلال 24 ساعة؟ هيحصل يا فندم، هيحصل. أنا مش عارف ضيعت الأولاد دول من إيدي إزاي، مع إني بحس بالموهبة من أول نظرة. فعلا يا أستاذ، حضرتك إنسان حساس جدا، عندك الحساسة. شوف يا عفت، ركز معايا. أيه. أنا عايزك تاخد الرجالة بتوعك دول وتجيب لي الأولاد دول من تحت تعطي الأرض. أنا خلاص هتجنن. ربنا يجننك يا فندم. يجنن. ما يقصدش يا أستاذ، الواد شعره يطلع في إيدك. أنا مش عارف رجالة بتوعك دول إيه. أنا خلاص أعصابي. ربنا يعصبك يا فندم. اخرس، ربنا يخرسك يا فندم. هش، بتقول له هش؟ دول محترفين في ايه يا عفت؟ في الجاري يا فندم. قصده في ألعاب القوة يا فندم. ألعاب القوة؟ دول أغبى منك يا عفت. أيوه، اسمعني كويس، أنتوا لازم تلموا هدومكم دلوقتي من المطرح وما تسيبوش أي أثر. أيوه، قبل البوليس ما يجي. وقابلوني فين؟ أقول لك تقابلوني فين؟ قابلوني عندي مدخل العاشر من رمضان عشان أوديكوا على شقة المعلم سليم. وعرفت منين يا سلطان انهم قبض عليه؟ من الجرانين يا اختي، ابنك بدا وبقى مشهور. ما تخافيش ياما، انا مش هنسيب اخويا ابدا. انا كلمت اخوه عوض يتصرف. يا لهوي يا مصيبتي، هنعمل ايه يا معلم؟ مصيبه بصحيح، فضحتنا بقت بجلاجل في الحته كلها. ابن المعلم سلطان مجرم، انا هنقرا الجرانين بنفسي عشان نتاكد. انت نسيت حاجة مهمة يابا، انت بتعرفش تقرا، وبعدين انا مش عايزة حضرتك تعمل في نفسك كده. لحسن الف بعد الشر عليك، الف بعد الشر، ان شاء الله تجيلك نقطة. انا هنتصرف. يوه، هتتصرف ازاي بس؟ سيب البنت تتصرف، ابني هيضيع مني. يعني هتعمل ايه يعني اذا كان الواد مقبوض عليه في مصر واحنا هنا في اسكندرية؟ خلاص يابا، ننزلوا له مصر. فعلا نزلوا له مصر؟ وانا قلت لا، مفيش نزول مصر. انت بتستهبل يالا، انت بتخرج برا الموضوع ليه؟ بخرج اروح فين يا بيه؟ انا واقف مع سعادتك اهو. خفيف قوي. قولي مين اللي دخل جوه الفيلا؟ يا بيه احنا ناس غلابه بتوع فن وبس. انا هقول لحضرتك، شريف وبهيره بيغنوا وابراهيم بيكتب لهم، وانا اسم الله على مقامك بطبل. بتطبل؟ ده انا هخليها تطبل على دماغك. انت بتستعبط يالا وتخرج بره الموضوع تاني. اسمع يا ابني، اهدى كده ومثلنا اللي حصل يوم الحادثه بالظبط. حادثه ايه يا بيه؟ ربنا ما يجيبش حوادث، مفيش حادثه ولا حاجه. انا هقول لحضرتك يا بيه، هم دخلوا الفيلا يحطوا الشريط والجواب وطلعوا تاني على طول. حلو، قول لي بقى مين اللي دخل جوه الفيلا حط الشريط والجواب؟ شريف وبهيره. كويس، وانت كنت فين؟ انا كنت بستناهم بره مع ابراهيم. انت بتستعبط يالا، امال مين اللي ساعدهم في العمليه؟ عمليه ايه يا بيه؟ مفيش عمليات ولا حاجه يا بيه. انا هقول لحضرتك، دي اكيد مكيده مدبره ضدنا. ليه بقى؟ لان يا بيه المجد بيستنانا. وقتلتم البواب ليه يا بدوي؟ تاني هتقولي قتلتم البواب يا بيه؟ يا بيه ركز معايا، بقول لحضرتك المجد بيستنانا. انا بقى مركز معاك يا بدوي، وعايز اقول لك ان حبل المشنقه هو اللي بيستناك. حبل المشنقه؟ يا نهار اسود، هنعمله ايه يا ابو ابراهيم؟ هنعمله ايه؟ 100 مرة قلت له ابعد عن سكة العوالم. عوالم؟ حنفي، انت رأيك ايه في الحكاية دي؟ ربنا يستر، دي جريمة خطرة وفيها اعدام. يا خرابي يا نسبتي، اعدام يا حبيبي يا ابني، يا ضنايا يا ابني، اعمل معروف يا ابو ابراهيم، شد لابنك محامي. اكيد المعلم سلطان هيشد لهم محامي. نعم، المعلم سلطان هيشد لابنه محامي، مش هيشد لابن انا المحامي. اطمني يما، اول ما يتقبض عليهم ان شاء الله هشد له المحامي. براو عليك يا ادي حنفي، براو عليك. اني عايز اعرف انت وصلت للحل ده ازاي؟ امال ايه يابا، اني واد مدردح، الزكاوه بتفط من عيني.
خلاص يا استاذ عوض، انا بكره هطلع على المحضر وان شاء الله خير. وانا بقى سعاده البي مستعده ادفع لك كل الفلوس اللي انت هتطلبها. بعد ما اطلع على المحضر اقول لك ايه الاتعاب المطلوبه. سعاده البي، سعاده البي، انا اهم حاجه عندي ان الواد بدا واخويا يطلع براءه من القضيه دي خالص. انت عارف دي قضيه صعبه جدا يا اخ عوض، ده قضيه قتل، قتل يعني فيها اعدام. احلف لك بيه بس يا سعاده البي انهم ما يعرفوش يقتلوا فرخه. بس حصل قتل، وانا لازم اوصل للقاتل الحقيقي علشان دول يطلعوا براءه. والقاتل الحقيقي ده بقى هتوصل له ازاي يا سعاده البي؟ ما انت اللي لازم تساعدني. انا ساعدك ايه؟ هتشغلني معاك محامي ولا ايه؟ لا انا اقصد انك تساعدني بالمعلومات. معلومات ايه بقى؟ ما انا كل المعلومات اللي انا كنت اعرفها قلتها لك يا متر. لا انا اقصد الخبايا المداريه والاسرار المستخبيه. ايه عندك خبايا مداريه واسرار مستخبيه؟ ايه مالك؟ كان حد قالك ان انا برقص واغني معاهم ولا ايه؟ وانت مالك منزعج كده ليه ومنفعل؟ انا بابا بقولك اخويا هيتعدم، مش عايزنا نزعج. انا عاوزك تبقى ريلاكس خالص واطمئن. انا ان شاء الله هنسف لك القضيه دي من جذورها، هقتلعها مهما كانت الاسباب والدوافع. بصراحه بقى يا متر انا مش فاهم حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده. شوف انا ما عنديش متهم واحد ياخد حكم مهما كانت خطوره القضيه، حتى لو ما وصلناش للقاتل الحقيقي. شوف انا عندي 3 محاور بديله والقاتل الحقيقي واحد منهم. اذا فشلنا في المحور الاولاني هنخش على المحور الثاني، واذا فشلنا من المحور الثاني هنخش على المحور الثالث. لا 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 حاسب شويه. ايه يا متر جرى ايه؟ محور اول تاني ده بيخش على الدائري وخلصني. انا ما بفهمش كلام المحامين ده. وفاء انا عايزك تبلغي متر الشرباجي يطلع لي تصريح علشان ازور بدوي في السجن. تحت امرك يا فندم. انت ليه عايز تقابله يا جلال؟ علشان الاولاد دول فنانين. فنانين ايه وبتاع ايه؟ دول حراميه وقتلين قتله. ايه ده؟ سرقوا منك حاجه؟ لا، ولولا ان البواب شافهم كانوا سرعونا. ممكن يا جلال بيه عفت هو اللي يقوم بالمهمة دي؟ انا بقول ايه، ما نبعد عن الشر ونغني له. يغنوا؟ انا كنت عايزهم علشان يغنوا. يغنوا؟ ايوه يا فندم، بس يغنوا ازاي؟ ايه في ايه يا وفاء؟ ما تتكلمي بصراحة. اصل عفت عارف ان هم مجرمين. لا 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 لا، انا هعرف الحقيقه من بدوي لما ازوره في السجن. اذا كان البوليس ما عرفش منه حاجه يبقى انت هتعرف، ولا عفت بتاعك ده؟ لا يا فندم، اصل حضرتك مش عارفه، اصل عفت ده عامل اجتماعات بحث مكثفه على الموضوع ده. وفاء اي معلومه توصلك من عفت بلغيني. هيحصل يا فندم. بقول ايه يا جلجل، انا من رايي انك تلغي العمليه دي. لا يا نازك، لا 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 لا، دي قضيتي ولا يمكن اتخلى عنها. احنا جايين لك وقصدينك تساعدنا يا عم زكي. واني هنساعدكم ازاي ان شاء الله؟ شوف يا عم زكي، احنا كل اللي طالبينه منك ازاي نعرف نوصل لهم في مصر. اكيد سكته عند عوض، لكن انتوا عايزين تروحوا لهم ليه؟ عشان نقف جنبهم وهنديلهم فلوس. هو انتوا معاكوا فلوس؟ انك معلوم فلوس من كل اهل الحاره. يعني ايه؟ هتشحتوا عليهم؟ ما احنا لازم نعمل كده يا عم زكي عشان نقوم لهم محامي. سيبوها على الله، هو اللي بيدبر كل شيء. بقولكوا ايه؟ انتوا طلعتوا رجاله جدعان بصحيح. احنا طول عمرنا زي ولادك يا عم زكي، وبنتعلم على طول منك الرجوله. خلاص يا نوادر، خلاص الصبح تاخدوا امك وتنزلوا على مصر. الصبح ليه؟ هو احنا هنبات هنا النهارده؟ ما تيجي معانا يا حاج. هو يعني بدوي ابنك ولا مش ابنك؟ واني قلت انه مش ابني، بس انتوا مستعجلين عليه. ما اخوه عوض شد له محامي كبير. معلش يابا، اصلاني نفسي نشوف اخويا قبل ما يتعدم باذن الله. هو الزياره بالسهل كده؟ دي بتصريح ومواعيد. خلاص يابا نسافر انا وانت امي، خليكوا قاعدين. انت بتقولي ايه يا نواب؟ انت عايزانا في ايدك انت كمان يا بنتي؟ خلاص يا امه تعالي معايا انت. اني بنقول الصباح رباح. لا يابا الله يخليك،
انا عايزه نشوف اخويا قبل ما يتعدم. يا لهوي هم هيشنقوا ابني. اسكتي بقى يا وليا اسكتي، انا اللي فيا مكفيني. حبيبي يا اخويا يا ترى انت عامل ايه دلوقتي؟ اكيد جعان. بياكل ماما ياكل ولا يبانش عليه. لا يا حبيبي كمان ورفيع قوي وضعيف ما بيستحملش. ينفخ فيه طياره. انا مش عارفه كان مالهم ومال مصر، ما هم كانوا في اسكندريه زي الفل. هنقول ايه بس؟ هنقول ايه؟ كله من الواد الصايع اللي اسمه ابراهيم. انا مش عارفه يابا، كل ما تتزنق تقول كله من الواد الصايع اللي اسمه ابراهيم، كله من الواد الصايع اللي اسمه ابراهيم. طب ما تقول كله من الاستاذ الشاعر اللي اسمه ابراهيم. اتفضلوا. يزيد فضلك. اتفضل. خوض. ايوه يا سيدي انت خلاص وصلت الشقه. طيب ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ يا اختي اسكت يا عوض يا اخويا على اللي جرالي. ده انا تعبت قوي واني حامل. كنت حنولد كاني حامل بجد. اما اني بقى اني لبست النضاره من هنا ورحت جاي مغمض عينيا وبقيت مش شايف حاجه خالص، وكنت حرشق في حته حفره قال ايه بيصلحوا الشارع. بس برافو عليكم، ما هي شغلتكم بقى. بس المشكله دي هتخرجوا منها ازاي؟ ربنا يعديها على خير. أنا كنت هنفطس من الضحك. قال إيه الإشارة تقفل والتاكسي اللي إحنا راكبينه ما يركنش غير جنب عربية البوكس. خلونا في المهم بقى دلوقتي اللي إحنا نتكلم بقى جد شوية. المحامي قال لك إيه؟ بصراحة بقى المحامي كلامه ما يطمنش. إيه ده؟ يعني إيه؟ رحنا في داهية؟ قال لا إحنا في خطر، إحنا ما عملناش حاجة. وبعدين يا إخوانا بقى ما توترونيش أكتر من اللازم، خلوني كده نقعد نفكر عشان نشوف لكم حل يمكن ينقذكم. ينقذ مين يا عم انت؟ ما شرطك المهببه دي وديتنا في 60 داهيه. جات الرقصه ترقص ما لقيتلهاش مرقص. قال كنا مطلوبين للشهره بقينا مطلوبين للشرطه. المحامي قال ان قرايبك دول مش هينقذهم من حبل المشنقه غير ان البوليس يقبض على القاتل الحقيقي. طب قول لي قال لك ايه بخصوص بدوي؟ لا بدوي خلاص وصل للمشنقة. تاني؟ استغفر الله العظيم يا رب. قلبي معاك يا بدوي. ما تخافوش، ما تخافوش على بدوي. بدوي راجل وهيستحمل المشنقة. طيب وانت ما حاولتش تشوف بدوي الفترة اللي فاتت دي كلها؟ أنا جبت تسريح بالزيارة وهقابله بكرة. النبي يا أخويا، السلام أمانة. قول له بهيرة بتسلم عليك وبتقول لك وحشتها طبلتك قوي. طب بقول لك ايه يا اخ عوض، مفيش كده يعني مكان نعرف نتدرى فيه شويه، يعني مثلا زي ما تقول ايه مولد. والله فكره، ايه رايكم بقى ان انا هوديكوا على مولد سيد ابراهيم الدسوقي؟ حلو قوي ده، وانا بنفهم في شغل الموالد كويس. اهو ده الكلام، وانا عندي علاقات كتير قوي في الموالد. بس هروح ازاي؟ طيب يلا على الباب جاي اهو. عم زكي اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك؟ ازيك يا عم زكي؟ ازيكم يا اولاد؟ خد يا شمس، حط دول في الثلاجه، الفاكهه اللي بتحبها يا شادي. ازيك يا ام شريف؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ليه التعب ده يا عم زكي؟ تعب ايه؟ دول ولادي. شادي عايز يشتغل في ورشه سمكاره عربيات. نعم يشتغل، ده لا يمكن يحصل طول ما انا عايش. ليه يا عم زكي؟ ثم انا بقيتش صغير. لو كان ابوك موجود ولا اخوك شريف موجود كنت برضه هتشتغل؟ بصراحه يا عم زكي احنا حملنا تقيل قوي عليك. يا ستي ربنا يقدرني ويرزقني برزقكم. طمني يا عم زكي، شريف عامل ايه دلوقتي؟ ربنا يستر يا ام شريف، ربنا يستر. انا اصحابي في المدرسه بيقولوا لي ان اخوك قاتل. اخوك اجدع وانضف من نظافه. ما شاء الله، انت بقى مش عارف اخوك شريف. الولاد شالوا الهم بدري يا عم زكي.
إن شاء الله شريف هيرجع لنا سالم غانم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ما كانش يومك، ما كانش يومك يا حبيبي. هتهدي نفسك يا بنت عمي، الناس غيبتها السبت والحد وانا غيبتي تلات واربع وخميس وجمعة. غبتك ليه بس يا بنتي؟ اخوكي هو اللي خاب، وانا ليا مين غيره؟ انا ليا مين غيره؟ جننتي ولا ايه يا بنتي يا نوال؟ ايه جرالك ايه؟ ما انا اهو موجودين معاك انا وامك وابوكي، مش مالين عينك ولا ايه؟ كنت بتونس بيه، ده كان ابويا واخويا وان شاء الله جوزي. انت بتتكلمي على مين يا بنت؟ ابره. ابره؟ لا اخويا بدوي، انا قصدي على اخويا بدوي. والكلام ده على بدوي برضو؟ نعم. قصدك ايه يا عزيزه؟ قصدي هيفوتني لمين؟ هيفوتني لمين؟ جرالك ايه يا بنت يا نوادر؟ هتندبي ولا ايه؟ لا خلاص مش هندب، ما هو راح راح حبيبي، راح نور عيني، راح المد والشهره والفلوس كله راح راح راح. وانت مالك انت ومال الحاجات دي يا بنت؟ مش كان اخويا؟ كان اخويا وكان فنان، انا كمان اخت الفنان، يعني كنت هبقى فنانه وكنت هعمل فيديو كليبات. جات الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح.